نادي الاهلي الحمد لله رب العالمين، من مكاسب الماتشين مع بعض، ماتشين سيمبا اللي في تنزانيا والماتش اللي هنا، انك انت وصلت للمربع الذهبي للسنه الخامسه على التوالي. لاول مره بتكسب سيمبا في تنزانيا. يعني الفرق المصريه مفيش حد عمل كده غير النادي الاهلي. لو تيجي تبص بقى على النادي الاهلي، ما عجبناش في بعض الاوقات الاداء، ولكن مستر كولر طلع قال كلام ممكن نختلف معاه وممكن نتفق مع بعضه. قال لك انا لعبت بتكتيك معين في الماتشين وتفوقت على فرقه سيمبا، وقت من الاوقات اديت لهم الاستحواذ عشان فرقتي ما تجريش كتير، وانا وقفت في نص الملعب وبقيت العب على المساحات الخاليه بتاعتهم، وقدرت اكسب هناك 1-0 وقدرت اكسب هنا 2-0. كلمني على ان انا وصلت للدور قبل النهائي وارقامه حدث ولا حرج. بنتكلم على اقوى خط هجوم في البطوله، في بطوله افريقيا هذا الموسم، واقوى خط دفاع في البطوله. النادي الاهلي اقوى خط هجوم، احرز 16 هدف في 10 مباريات ودخل فيه هدف واحد. للمباراه الخامسه على التوالي شباكك نظيفه. مصطفى شوبير لعب 5 مباريات، الحمد لله رب العالمين شباكه نظيفه حتى الان. تكلم على المره الخامسه انك توصل للدور قبل النهائي على التوالي، دي ارقام. تكلم على اقوى خط هجوم، تكلم على اقوى خط دفاع، ما دي ارقام. هو مستر كولر قال حاجه، قال انا كان ممكن في بعض المباريات تلعب حلو بس ممكن تخسر. انا فضلت العب بتكتيك معين، انا بتكلم على مستر كولر. احنا دايما في النادي الاهلي بنحب ايه؟ بنحب نكسب ويكون الاداء حلو، بس في فترات معينه انت بيبقى عندك ظروف خاصه بفرقتك، اجهاد، اصابات، ظروف المحيطه بالمباراه، اجواء المباراه نفسها، فالفرقه اللي انت هتلاعبها، فكل ده هو الراجل بيعمل حسابه. ممكن نختلف معاه في بعض الاوقات، ممكن نختلف معاه في بعض الاوقات مثلا عن توقيت التغييرات، ولكن هو المدير الفني. هو المدير الفني، احنا بيبقى كل اللي نتمناه، يعني زي الماتش اللي فات مثلا، كلنا شفنا ان بعض اللعيبه مجهده مش قادره، فكنا نتمنى ان التغييرات تبقى بدري شويه، ولكن هي كلها راجعه للمدير الفني. ما هو المدير الفني هو ادرى واحد بفرقته. مفيش مدير فني في العالم عايز يخسر، واكيد مستر كولر مش عايز يخسر. ولما تيجي للارقام وتتكلم على الماتشين بتوع سيمبا، لا هو عمل انجاز، كسب بره وكسب جوه. وبالمناسبه النادي الاهلي السنه دي من اول الدور التمهيدي الثاني اللي احنا بدانا بيه لحد ما وصلنا لدور نصف النهائي، في 3 ماتشات ذهاب وعوده، يعني 6 ماتشات النادي الاهلي كسبان رايح جاي من 10 ماتشات، كسبان رايح جاي. كسبنا سان جورج الاثيوبي بره وجوه 3-4 او العكس 4-3، وبعدين كسبنا مدياما الغاني في ارضه 1، وكسبنا هنا 3، وكسبنا سيمبا التنزاني هناك 1-0 وهنا 2-0. يعني النادي الاهلي من 10 مباريات كسبان 6 منهم رايح جاي ذهاب وعودة، من ضمن الأرقام اللي تتحسب. أحياناً بنبقى محتاجين إن إحنا نشوف حلاوة في الأداء، ولكن في ظروف معينة مش هقول بتمنع كده، ولكن المدير الفني هو الأدرى. هو الأدرى بظروف لعيبته. فهو الأدرى إن هو هيلعب إزاي النهاردة. النهاردة زي ما قال كان بيلعب بتكتيك معين في تنزانيا. قدام سيمبا التنزاني قدر انه يخطف الماتش ويكسب 1-0، ما كناش في افضل حالاتنا بس كسبنا. الماتش اللي فات ما كناش في افضل حالاتنا بس كسبنا. بس على فكره الفرق الكبيره اللي هي زي النادي الاهلي عندها ميزه كبيره جدا جدا جدا، ان انت حتى لو مش في افضل حالاتك بتعرف تكسب، ودي ميزه كبيره للنادي الاهلي، وان شاء الله تفضل مستمره. احنا طبعا عايزين حلاوه في الاداء، لكن لما يبقى في بعض الظروف اللي هي مش معاك قوي وهي معاكسه، ممكن
زي ما مستر كولر مثلا الماتشين اللي فاتوا يعني فكر ان هو يلعب بتكتيك معين على حساب حلاوه الاداء بس يبقى يجيب النتيجه اللي احنا عايزينها ان هو يكسب، وده اللي حصل في الماتشين. كسب هناك واحد، كسب هنا اتنين. قد يكون البعض، لا مش قد يكون البعض، هو البعض البعض مش راضي عن الاداء، ولكن انت كسبت. كسبت في ظروف صعبه، كسبت في ظروف معاكسه، كسبت وسط اصابات.